طوابير هنا وهناك، ساعات طويلة قد تصل لأيام على ضوء الشموع. هي أزمات كانت كابوسا للمصريين، لكنها باتت الآن في طي النسيان. كيف تحولت مصر الذي اعتاد سكانها لسنوات على العيش في ظلام دامس لدولة مصدرة للكهرباء؟ قبل نحو 9 سنوات كانت الانقطاعات المتكررة للكهرباء أمرا معهودا ومألوفا للمصريين، انقطاعات ليست فقط في المنازل بل في المصانع والمستشفيات، الأمر الذي قد يحول تلك الأزمة لكارثة تودي بحياة المرضى في بعض الأحيان. في عام 2014 أقدمت مصر على بناء محطات كهرباء عملاقة وأكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وكذلك رفع قدرات المحولات الكهربائية، الأمر الذي جعل مصر تضاعف إنتاجها من الكهرباء بل وتحقق فائضا في طاقتها الإنتاجية ليصبح قطاع الطاقة الكهربائية من أكبر معدلات القطاعات نموا. من المؤكد أن هذه المشاهد ما زالت عالقة في أذهان المصريين، لكنها أصبحت هي الأخرى جزءا من الماضي. فمع الإعلان عن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، استطاع في غضون سنوات أن يصل لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، مع توجه الدولة لتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع بكل المرافق للتحكم وترشيد معدل استهلاك المواطنين. ومن طوابير اسطوانات البوتاجاز لطوابير محطات الوقود التي كانت تشهد تكدسا مستمرا يمتد لبعض الكيلومترات، لكن الدولة المصرية سرعان ما استطاعت توفير كافة المنتجات البترولية من خلال زيادة قدرتها الإنتاجية والتي تسير فيها على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 في ظل احتلال مصر المركز السابع عالميا من بين الدول الأرخص في أسعار الوقود. هي ملفات تمثل أساسيات الحياة المعيشية، واجهت فيها الدولة المصرية تحديات كثيرة في ظل أصعب الظروف لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، بل وما زالت تعمل على تحسينها والارتقاء بها.